السلام عليكم. لو انت بتبحثي عن عطر من العطور المميزة، العطر اللي ينفع معاكي للدوام، وخصوصا اكتر استخدامات النساء دلوقتي عطور للدوام اكتر كمان من استخداماتها للبيت. اكتر استخدامات العطور بتكون للدوام اكتر من استخداماتها للبيت. طبعا الموضوع لا يغفل ان احنا لازم نستخدم عطور للبيت. قدمت في القناة هنا عطور متنوعة، عطور تقدر ان انت تستخدميها في فصل الشتاء وفي فصل الصيف. سريعا جدا هنتكلم النهاردة على عطر من العطور الراقية جدا ومميزة. خليني اقول لك التميز بتاعه ايه. العطر من فيكتوريا سكريت، طبعا كلنا عارفين العطور المميزة بتاع فيكتوريا سكريت. في طبعا يعني اختلافات في الاراء بالنسبة للثبات بتاع العطور بتاعتها، خليني بس اوضح لك في البداية. ولكن اوقات كتير جدا ما بننتبهش لنقطة ازاي نستخدم العطر في التوقيت المناسب بالنسبة له. قلنا وما زلنا بنكرر ان مصمم العطر لما بيكون عنده التخيل الكامل للعطر، هو عايز يوصل لك احساس معين بالنوتات العطرية بتاعته، زيه زي الرسام، زي النوتات الموسيقية. يعني النوتات الموسيقية بتتقلب كده، يعني بتدق على حواس المشاعر اللي حوالين منك. هو انت عايزه توصلي رساله بالعطر بتاعك اللي انت اخترتيه، وهو عايز يوصل لك رساله بالاحساس اللي هو وصل له والمشاعر اللي هو وصلها له. فبالتالي هو العطر هو مشاعري في المقام الاول، لذلك ان العطر بيحفظ ذكرياتنا. يعني ممكن اشم عطر على حد، انا شميت مثلا عطر عليكي، شميت عطر على حد معين او مر من جنبي، فبالتالي لما بشم العطر ده في مكان تاني فخلاص انا تذكرت الشخص نفسه. ما تذكرتش العطر اكتر ما انا تذكرت الشخص نفسه اللي انا شميته عليه، لانه حصل موقف ان انا شميته عليه. فبالتالي دايما بنقول لازم نختار العطر بناء على يعني انطباعنا الشخصي وقناعتنا الشخصية. العطر معانا النهاردة هو عطر من فيكتوريا سكرين، زي ما قلنا هو عطر اخر اصداراتهم في 2022، يعني احدث حاجة فيها. عطر اسمه بير. العطر ده ميزته ان هو بيجمع بين افضل 3 زهور من 3 بلاد مختلفة، منهم مصر على سبيل التحديد، البنفسج من مصر، ومنهم كمان الحمضيات والفانيلا من مدغشقر، ومنها المندرين واليوسفي من مدغشقر، وكمان الخشب الصندل من الهند. افضل 3 زيوت عطرية من 3 بلاد مختلفة. هو فلسفة العطر هو عايز يوصل لك ان انا بجيب لك افضل شيء من 3 اماكن مختلفة، من 3 بلاد مختلفة، افضل ما عندهم، فانا بجيب لك الزيوت العطرية عشان اجمعها لك في عطر واحد تستمتع بيه. العطر انطباعك الاول عنه هيكون انطباع جيد جدا مميز. من الحمضيات هتشم ريحة حمضيات فيها، العطر ناعم ناعم جدا، وجود الصندل فيه. انا كمصمم عطور بقول لك ان العطر ده فيه اكورد، اكورد خاص بمصمم العطر نفسه. اكورد ده بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن مجموعة زيوت عطرية هو يعني صنفها مع بعض. الاكورد ده هو عايز الاكورد ده ناعم، يقدر ان هو يستخدمه في الزيوت العطرية الناعمة او خصوصا للنساء، فهو بيستخدم الاكورد ده خاص بيه هو في الزيوت العطرية في التوقيت المناسب بالنسبة له عشان يوصل لك الإحساس ده. فبالتالي العطر ده فيه أكورد، أكورد ده بيديله سويتي سويتي ناعم هادي، هو عايز يوصل لك النوتات العطرية دي في الأكورد ده. فبالتالي انت هتشوفي النوتات العطرية دي هتحس بيه بجماله، بس أكتر شيء هيكون غالب عليه يكون الحمضيات. هيكون حمضي معاكي في البداية، هيستمر معاكي فترة شوية، وبعد كده هيستقر معاكي على ريحة الصندل وريحة البنفسج. ريحة البنفسج ريحة ناعمة هادية مميزة جدا، هتستمر معاكي لفترة طويلة جدا. طيب بالنسبة لأداء العطر وانتشاره والثبات بتاعه، الثبات بتاعه لو انت استخدمتيه في الأجواء الباردة هيثبت معاكي تقريبا من 10 ل 11 ساعة، ده في الأجواء الباردة. لو انت استخدمتيه في الصيف هيكون سريع الانتشار معاكي، الزيوت العطرية هتطير بسرعة، مش هيستمر معاكي أكتر من 3 ساعات. ده بس ردا على الناس اللي بتقول إن فيكتوريا سكرين سكريت العطور بتاعتها ما بتثبتش. لا، هي العطور بتاعتها بتثبت، ولكن الاختلاف أنت بتستخدم العطر خطأ. استخدامك للعطر في التوقيت الغير مناسب بالنسبة له، فبالتالي هتضيع العطر منك. استخدم العطر في توقيت مناسب،
في التوقيت اللي احنا قلنا عليه. طيب بالنسبة للثبات بتاعه، الثبات بتاعه مقص الانتشار بتاعه، اتكلمنا على الثبات، هنتكلم على الانتشار. الانتشار بتاعه ماكسيمم ممكن يكون ساعتين، من ساعة نص ساعتين، ده انتشار في المكان اللي موجود اللي موجود حواليكي كله هيشم الريحة بتاعتك، هتكون ريحة مميزة جدا ومنسقة جدا. العطر يصلح معاكي في وقت النهار، يصلح معاكي خصوصا في وقت الدوام ان انت تستخدمي عطر، طبعا بيحسن حال المزاجية بتاعتك فترة الصباح، مناسب جدا للدوام. كمان لو انت استخدمت العطر يا ريت تقول لنا رأيك في الكومنتات، وكمان يا ريت تفتح الوصف وتشوفي لو انت حابة ان انت تحصل على عطر كمان، انا هسيب لك رابط اسفل الفيديو بإذن الله تقدر ان انت تحصل عليه. انا شايف ان العطر المناسب جدا ان انت تضيفيه لدولاب العطور بتاعتك. طبعا اتكلمت على عطور مختلفة، خصوصا عطور ان انت استخدمتيها في البيت، خصوصا كمان في عطور تقدر ان انت تستخدميها من فيكتوريا سكريت، برضو نفس البراند تقدر ان انت تستخدميه خصوصا لبقميص النوم والعلاقات الحميمة، مناسب جدا برضو لعطور يطلق عليها عطور سكسية. وطبعا قلنا ان العطور دي بيكون داخلها عطور الفيرمون، وطبعا لو انت مش عارفة الفيرمون تقدر برضو تشوفي يعني ايه الفيرمون، يعني ايه عطور فيرمون، برضو اتكلمت عنها، وكمان هسيب لك روابط ليها اسفل الفيديو برضو كمان. وتقدر كمان ان انت تحصل على الفيرمون، على فكرة من شيء قوي جدا 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 ان انت تحصل على الفيرمون، بيحصل عملية انجذاب بينك وبين الشخص اللي موجود قدامك بصورة كبيرة جدا، بدون كلام، بدون ما انت تتكلمه، او كمان هو يقدر يحصل عليك برضو بدون ما هو يتكلم خالص اطلاقا. ده ميزة الفيرمون. الفيرمون على فكرة انتشار واسع جدا، هي صيحة جديدة في عالم العطور الحقيقة، مثبتة علميا موجودة فيها، ليها مراجع علمية تقدر ان انت تراجعيها. برضو كل شيء ان انا بكلمك فيه بسيب لك برضو في الوصف الرابط بتاعه، يعني مراجع علمية برضو بسيبها في الوصف عشان تقدر ان انت تطلع وتاخدي اكبر قدر ممكن من المعلومات. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله.